الولاد ناموا بس أنا ما نمت. إيه وليش كل هالقد مبسوط؟ سربرايز. هي بتكون رفيقتها للحمرة الحلوة القنبلة السمرة، يعني قلت لحالي خلينا نغير جو. فهمت عليك طبعا. انت جاي على بالك تشوفني بأي منظر جديد وحلو لأنه ما عاد عم بتحبني مثل ما أنا، مزبوط كلامي عمر؟ لا أنا ما كان قصدي ضايقك، كل الموضوع يعني أنا آسف. أنت اللي بدي أفهمه عمر، أنت في شي ما بدك تفهمه. ما عم بقدر فهمك لأنه أنا من الأول ما عم بعرف فهمك. أنا مالي الحمرة الكارثة ولا القملة السمرة، أنا رفيف، شوف رفيف، أنا مرتك وأم ولادك رفيف، هي الحقيقة. طيب انت ليش زعلتي كل هالقد رفيف؟ انت اللي عرفتيني الصبح على هاي الحمرة الحلوة. مزبوط، مجبورة كنت، مجبورة لأنه شفتك الصبح تهربت وأنا كنت مشتاقتلك، ولما شفتني صلعة تركتني على التخت وما احترمت شعوري، مزبوط كلامي ولا شو؟ وانجبرت ساوي هيك، بعدين قلت بغير شوي مشانك. عمر بظن أني حكيت بهالموضوع قبل، أنا ما قلت لك بهداك العشاء أنه خلينا نتطلق مشانك؟ شوف أنا ما قدرت أتحمل عمر، أنت لما شفتني بهي الحالة وتغيرت تعبير وشك أنا ما تحملت وما بعرف كيف سكتت. بس إذا عن جد مانك قدران تكون معي فهمني هالشي، وأنت حر روح أعمل اللي بدك تعمله، هذا كل شي عندي. يعني أنا هلأ مريضة بالسرطان لهيك ما بقدر اعتذر. أي بعرف هالشي، بعرفه. انتي صح معك سرطان. طيب انتي تعرفي جوز وحده مريضه بالسرطان بشو بيكون عم بيحس؟ لما مرته اللي بحبها قدامه وعم تتعذب وعطول عم تتوجع ومو طالع بايده شي، بتعرفي هو بشو بيحس؟ انا كمان تعبت وكنت حابب نغير جو، يعني هيك قصدي. أنا بعرف إنه مو لازم أحكي هذا الحكي قدامك، بس أنا يا رفيف تعبت. ماشي أنت مريضة، ماشي مريضة، وبعرف إنك لازم تكوني على طول مبسوطة ونفسيتك متفائلة، وطبعا أنت ما لازم تزعلي أبدا، ولما بتبكي قدامي أنا ما لازم أبكي كمان، ولازم نضلني قوي وعلى طول سليكي. يعني أنا لازم كون الزوج البطل الخارق يا رفيق. ايه بس انا انسان كتير عادي رفيق، هاي الحقيقة. رفيق انتي من وقت ما مرضتي في شي مرة واحدة، بس مرة سألتيني بشو عم بحس؟ او شو اخبارك؟ او بشو عم بتفكر؟ تذكرتي شي مرة تسأليني؟ معقول ما كون سألتك؟ ما سألتك؟ بالله؟ عمر أنا آسفة، أنا والله ما انتبهت على هي القصة. خلص أنا ما حكيت مشان تعتذري وتحسي بالذنب. ماشي، بتعرف نحن شو بدنا نساوي؟ لك أنا رح أكون القنبلة السمرة. دقيقة خلاص، وقفي يا قنبلة وتركي لي هالباروكة. نحن إذا كنا حابين نغير جو وننبسط أنا وياكي اليوم، أنا عندي فكرة كتير حلوة. أنت اليوم انسي رفيف المريضة وأنا ما رح أكون الزوج البطل الخارق، رح أكون عمر وبس. خلينا نكون
رفيف وعمر وبس. شو رأيك؟ أنا بعتذر منك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.